تعاون دبلوماسي واقتصادي على اعلى مستوى انتهجته مصر مع جميع الدول الشقيقه والصديقه. تعاون قائم على تبادل المصالح المشتركه للطرفين، حيث تاتي المانيا على راس هذه الدول التي حرصت مصر على توثيق وتعميق علاقاتها معها، وبشكل خاص في العقد الاخير. علاقات راسخة تجمع مصر وألمانيا على المستويات كافة وخصوصا المستوى السياسي بين قيادتي البلدين إزاء ملفات التعاون الثنائي وقضايا المنطقة والعالم. التنسيق بين القيادتين المصرية والألمانية يتعلق بالأساس بسبل دعم وتوطيد التعاون الثنائي وملفات دعم التجارة والاستثمار وتوطين الصناعة وتحفيز دور القطاع الخاص بين البلدين بما يعكس متانة العلاقات السياسية بين القاهرة وبرلين.

اما عن قضايا وملفات منطقه الشرق الاوسط فتنال اهتماما كبيرا من جانب زعيمي البلدين وفي هذا الاطار تاتي الاتصالات المستمره بين الرئيس السيسي والمستشار الالماني اولاف شولتس وكان اخرها الاتصال الذي جرى نهايه الشهر الماضي وتناول التطورات في الاراضي المحتله والحرب الاسرائيليه على قطاع غزه واكد الزعيمان خلال المكالمه على اهميه التوصل الى اتفاق بوقف اطلاق النار في قطاع غزه وعلى اهميه كسر دوامه في بالمنطقة، وتتوافق القاهرة وبرلين على رفض بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، كما يدينان عنف المستوطنين المتطرفين واي محاولات لطرد الفلسطينيين من أراضيهم. المستشار الألماني شولتس كان حريصا على تهنئة الرئيس السيسي بتوليه رئاسة مصر لفترة جديدة، وخلال تهنئته أكد شولتس أن ألمانيا ومصر تواصلان العمل معا بنجاح وبروح الشراكة في المستقبل. ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤوليه شهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا بالعديد من المجالات السياسيه والاقتصاديه وترسيخ سبل التعاون مع مجتمع الاعمال الالماني وجذب الاستثمارات واقرار استراتيجيه وطنيه لصناعه السيارات وتدشين اتفاقيات جديده لمضاعفه الدعم الالماني للتعليم الفني والاساسي بمصر وانشاء تحالف بين وزاره التعليم العالي والجامعات التطبيقيه الالمانيه والتعاون الملحوظ في مكافحه الارهاب وتوحيد المواقف ازاء العديد من الازمات الدوليه وفي ظل التقارب الكبير بين القياده السياسيه في البلدين تحولت المانيا الي شريك ناجح لمصر في العديد من المشروعات التي تبنتها الدوله من مشروعات قوميه كانت لها المردود الايجابي والكبير على المواطن المصري وتعد مصر واحده من اكبر الشركاء التجاريين لالمانيا في الشرق الاوسط كما تعد المانيا بالنسبه لمصر واحده من اهم الدول الاوروبيه التي تحرص القاهره على تعزيز التعاون معها في كافه المجالات